دونك حابين نشوفوا دي مينوت قبل ما نعرف الليست، احنا سنة في الليست باش نبداو بها سيكل جديد. نعرفوا اللي تقريب فعاليات المنتخبات لسيكل ينطلقوا بعد نهاية مسابقة تاع كأس العالم ويوفاو مشاركة في كأس العالم بشكل كاترون سيكل. دونك باش نحاول ناخذ 10 دقائق باش نفسر السيكل اللي تعدى اي لي بروجي تاع ليكيب ناسيونال ان شاء الله في زيشيونس لي ستاديون فينا في نوفو سيكل 2022 2026. نحاول نعطيكم على الفكره بارابور السيكل اللي بعدها بارابور ان شاء الله المرحله الجايه السيكل اللي يستنى فينا في الاربع سنين في القادمه حول الله. هذا بعدين نتعداو للقائمه اللي يستنى فيها. دونك هذا نجم تسمعوني ما بين الكلوب ما بين الكلوب هذا هو 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 هذا أول أبريل 2019 في مصر، عملنا بعد أحد أبريل 2019 بعدين 2019-2020 طلبنا في فاز الكاليفيكاسيون أول أبريل تاع كامون اللي كانت بريدو 2021 تعرفوا بسبب الكورونا ولات 2021 بلوسا قمنا بها في 2022 دونك هو دخلنا أبارتير من سبتمبر 2022 في فاز الكاليفيكاسيون فاز الكور في سبتمبر 2022 عملنا 6 ماتش في فاز الكور بعدها مباشرة كانت المشاركة في الكوبا قطر 2021 عملنا فيها فينال هوني وفقنا ربي تعدينا فاز الكور مشينا للماتش فراج قطر المالي اي السيكل وفاة في 2022 بارتيسيباسيون في كوبا ريل كان فيناليست في الكامرون بلوس لا بارتيسيباسيون تاعنا في كوب دي موند قطر 2022 اللي كانت كيما نعرف 14 نحكيو بالديتاي لي زوبجيكتيف تاعنا لوجيكتيف تاعنا كان الباساج لو دوزيام تور ما كناش موافقين في لوجيكتيف فينال هذا سو سيكل بعدين توا اون اتاب حول اليوم لو بروشان سيكل قطر 2022 كوب دي موند لامريكا واليوسي كندا مكسيك 2026 ان شاء الله نكونوا موافقين فيه احنا هو اليوم في ديبيو دو سو سيكل لا سي لا كاليفيكاسيون بور كوب دافريك 2024 باش تصير في الكوت ديفوار Ensuite, la tombe des deux compétitions à la Coupe Arabe, la seule manche officielle, donc je dis que le calendrier de la seule, la Jadèche, la Hajat officielle pour la Coupe Arabe. Ensuite, en avril 2023-2024, la Coupe d'Afrique, le Mestre de la Coupe Côte d'Ivoire, Charles-Coulon va faire une fête, Charles-Coulon va faire une fête, à terre face des poules, à dire que Charles-Coulon a les deux matchs de la cible. Ensuite, on retrouve une qualification, Charles, à partir de 2024-2025, نعاودوا نمشي كاليفيكاسيون كوب دي موند كوب كاليفيكاسيون بور لا كان 2025 مازال ما نعرفوش واش يصير اي لا كوب اراب اذا كان ثم بور تيرميني لو سيكل افيك ان شاء الله اون كاليفيكاسيون كوب دي موند الجاي هذوما لي دو سيكل اللي استنوا فيها كل مرحله باش نحاولوا على ذا نكون موفقين فيها السيكل اللي بعدها اذا ثم دي كيستيون سي سور باش نكون على كوب دي موند جو بريفير خليهم البعض بعد ما نكملوا الليست هنا والا تحبوا تبدوا دوري كيستان كما تحبوا نحكيو على au moins les chroniqueurs qui sont tous, si vous avez des questions, je ne sais pas, à l'école de l'Assala, on te reste encore. Je ne sais pas, à l'école de l'Assala, on va faire ça dans le Qaïd. Allez-y, prof. Coach, Marhabi, كل سيكل قلت انت عند الاوبجيكتيف نتاعو 2018 انت بديت السيكل ورجع هنا اما اذا كان ما نعرفش اسكو سيتي كيستيون قبل وقتها برشا ولا لا اما يظهر لي لوجيك سان باغي لوجيك كل سيكل عند الاوبجيكتيف نتاعو احنا الاوبجيكتيف نتاعنا في السيكل هذا كان نهزو كان نوصلو ديمي فينال فينال شنو بالضبط؟ كل كومبيتيسيون الاوبجيكتيف نتاعها احنا عطينا شنو هما لي كومبيتيسيون باش يصيروا في اربع سنين ثم دو كاد ثم كاليفيكاسيون كوب دي موند ثم بوسيبيتي تاع دو كوبا دونك كل كومبيتيسيون شنو لوجيكتيف تاعها؟ اي لكن ديما كونترا تاعك بار اوبجيكتيف سوغ اكزومبل اما انت كي تجي اون طونك سيليكسيونور تجي قدام لي جورناليست قدام الناس اللي تتفرج توا مرة انا لوجيكتيف تاعي كان نحب نهز كان وقتها تولي بلوز او موان واضح السيكل شنو تجي تقول لي راني ثم كان ثم دو كوبا لا ثم كاليفيكاسيون كوب دي مونتري وغير بون كاليفيكاسيون كوب دي مونتري ما عرفتش نحكي عليها كان تويت كان ما تعطيش حاجه
il faut fixer des objectifs du genre pour l'année, quel sélectionneur général va être nommé, il y a des choses qui sont très importantes. تحبوا شوية بالديسكور بطل بتاع نمشيوا أعمل أقصى ما يمكن ونحاولوا ونعملوا ونبنيوا فريق وكسبوا من دوليو كازنو مش تعاوض تعمل هيكي مش ديها أحنا سوية تحت على الوبجيكتيف تاعي وطلبي ناسيونال أنا جاي بريزونتي لي زيشيونس اللي استناو في ليكيب ناسيونال ديرون لي كاتر مهدور حاب نحكي لك أول إيشيونس بالنسبة لنا احنا سي لا كاليفيكاسيون مازال أوني با كاليفي سي لا كاليفيكاسيون أوني في الفاز دو بول فاز دو كاليفيكاسيون من فان 2024 جلال قطعنا برا كل شيء في كل درجة ديال الطول كبير المنافسات كسوة كوكا في 2024 2025 كوكا راك في الكاليفيكاسيون في 2026 تعتقد وفي ضد خاصة تراجع مستوى البطولة نتاعنا المركز الثامن في ضد الضغط نتاع روزنامن تعتقد أن المنتخب قادر باش ينجم يشارك فيه ويحقق بصمة يخلي أثار معك بيان سور هذوما دي زيشيونس اللي يستناو فيهم هذا سي با ان شوا ماهوش احنا باش نشاركوا باش نقولوا ما نشاركوش في كوب دافريك 2024 دونك هذوما دي زيشيونس ما نعرفش اذا كان فهمتوني في البريزونتاسيون هذه شنو اللي تفسر بالغلط حكيت الظاهر ها هو لو سيكل تاع اون ايكيب ناسيونال نورمال في اربع سنين ينطلق تاع نهائي كاس عالم يوفى في النهائي المشارك في كاس عالم كل اربع سنين خلال اربع سنين هذوما شنو هما لي كومبيتيسيون اللي يستناو فيهم دونك جي بريزونتي les compétitions qui sont en équipe nationale. 2018-2024, on a deux quarts. 2019, c'est Massa, quatre demi-finales. 2021-2022, c'est Cameroun, on a quatre finales. L'objectif est d'arriver à la demi-finale, nous avons le Caïdas, avant d'arriver dans les objectifs. Participation pour tout le monde, on a la qualification, on a la réforme de la guerre. L'objectif de la qualification est la participation pour tout le monde, on a la le premier tour, mais j'ai acheté, amène la coupe à la compétition de la coupe à la, amène la TV. Donc, c'est pas fait, coach. Coach, tout le cycle qui est fait à ADEF, ADEF, c'est à l'aise, les amis, là, Ahmed ADEF, pour qu'il kiffe ADEF, tout à l'heure, معتزم موضوع تدريبات معينة خاصة نحكيو على أربع سنوات قادمة من هنا حتى المونديال القادم 2026 احنا اليوم المنتخب الوطني التونسي في مرحلة انتقالية خاصة كيف نشوفوا أعمار عدد كبير من اللاعبين اللي تقريبا في 33 و 33 سنة صعيب برشا نشوفوهم في المونديال القادم مثلا أكيد في الفترة الانتقالية هذه عندكم أهداف معينة عندكم برنامج عمل معين كمنتخب وطني كإدارة وطنية فنية اليوم بالتنسيق مع الإدارة الوطنية الفنية مع الإدارة الفنية في المنتخب وأنتي كمنتخب وطني كونسيرني خاصة بالنسبة لهذا اليوم شنو التوجه نتاعكم وخاصة شنو حاضرين في البلان داكسيون نتاعكم الكوب دافريك هذا نجمو نشوفو فيها ونعطيها مثلا أعمار 32-33 سنة الكوب دافريك اللي بعد أكيد لا دونك بالفترة الانتقالية تحول من مجموعة عندك تو المجموعة القادمة خاصة عندك منتخب الأواسط مش يشارك في كأس العالم وكيف كيف عندك لي ناسيونو اللي عطيها صغار في العمر أكيد في التعامل في مع التوازن الموجودة أكيد بتشوفوا برشا تغيرات في المنتخب الوطني التونسي شنو هي التغيرات هذه اللي نجمو نشوفوها وقتاش نجمو نبداو نشوفوها القسم القائم هذه وإلا ما بعد كأس أفريقيا في كوت ديفوار. معرفش تعمل تسأل السؤال مرة قصر أكثر شيء ممكن من الأسئلة. سؤال مهم هذا. سؤال مهم ايفيدامون في كل ديبي سيف ثم اون ديمارش سويف ثم اون كونسيبسيون تاع الاداره الفنيه ثم توجهات تاع الاداره الفنيه تاع الجامعه خاصه بالنسبه للخط اللي يهمنا احنا كاداره فني لوجيتيف كيما حكيت لو سيف تاع اربع سنين باش نتعامل مع كل ايشيونس اليوم ثم ثلاثه مراحل في بدايه كل ما سيكل ثم ثلاثه مراحل هي تكوين اون ليست très élargi, les dons, l'arrivée qui sont sélectionnés pour les cours, entre le monde de la famille et le cours aujourd'hui dans la famille. Badir, ici, les Hasbara et elle, à couvrir ce bonjour du jour, le monde de la famille, le noyau, un noyau solide, par rapport à la participation à Badir, au pilote de la famille, c'est notre famille, acte avec des détails à la mosse de la semaine. Ensuite, la troisième étape, il y a l'injection d'un nouveau joueur, le lieu de notre projet, le prochain cycle. Donc c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de trois étapes. La liste élargie, quand on passe à la montagne, le noyau de les bonjours, les hommes qui sont en train de confirmer, les hommes qui sont en train de faire la montagne, quand on a atteint le montage à Chilea, les hommes ont pratiquement une participation au Coupe du Monde de 2 coups d'avril, mais pour le joueur et pour les nouveaux joueurs, les joueurs qui ont été participés à Chilea,
le vin, je pense, complément avec le calme, c'est tout à fait normal. Il y a des jeunes joueurs, les bêches, ils vont intégrer, et ils vont être injectés dans l'équipe. C'est. ديما نحكي في جبال على التقييم. أول حاجة عملنا التقييم في المنتخب بغامض، ماناش عارفين شكون نلقوا فيه التقييم. كنا المدرب الوطني، المركز الجامعي، الإدارة الفنية، ما عندناش مدير فني، ما عرفش شكون الأسباب. إذا كان صار التقييم، إذا كان صار التقييم موضوعي، شنو هو المنتجات اللي أنتم خرجتوا بها؟ شنو معناتها الجوانب اللي لازمها يمكن تطور في المنتخب الوطني؟ وفي نفس السياق حتى جمال أنا سمعت حكيت على حاجة اسمها مرونة. ماذا بينا توضح لنا بالضبط الجانب هذا اللي انت ركزت عليه برشا وقت هذا باش نخدموا عليه برشا، بالضبط باش المنتخب يكون فيه من حيث الاداء معناتها تكون عقل. ميرسي. واضح. بربي خلي النقطة هذه ركز عليها كثير وانت بين الصحون ركز مع الشباب. عملية التقييم اللي خذات من حق الصحفيين، من حق الشارع العام، من حق كل مشاهدين التواسع واللي يهتموا بالشكل الرياضي باش يحكيوا على التقييم في الفن التعسيف وخاصة بعد المشاركة مع كأس العالم. نعطي بالضبط كي جو سي تري بريسي في الأناليز تاعنا. أول ما كملنا لو 18 ديسمبر صار فينا تاع كوب دي موند. طلب مني المكتب الجامعي رئيس الجامعة باش يصير تقييم وهذا الحاجة العادية هذا الديمارش العادية أسويها. لو 29 ديسمبر بعد 12 يوم le 23 décembre on d'abord les statistiques et les rapports physiques et les rapports tactiques de la FIFA. Nous avons les rapports à Cuba, mais ça nous a fait un tâche de la FIFA qui a été mis en place, très précis, il faut nous donner des données. Le 29 décembre, ça a été mis en place, les mots de 13 à 14 ans, le mot de Jacques Pogo, pour le Khayyab, pour l'État Fanny, pour l'État Fanny, pour l'État Fanny, pour تقييم أكثر من 112 مسايد وقام عرضهم على الخيال الحاضرين، فيه تقييم شامل على مستوى لاناليز دو لا بيرفورمانس، لاناليز تاع ريزولتا، لي فاز جو لي سار، هذوما ماهوش تقييم احنا برك، هو تقييم صار من الفيفا لمشاركة المنتخبات الكل، فيه دي دوني ستاتيستيك، خاطر باش تعمل تقييم لازم يكون عندك دي دوني ستاتيستيك واضحين. يقع تحليل، وقع تحليل البرفورمانس تاعنا، وقع كل ما يهم المنتخب في مشاركته على مستوى الايجابيات، السلبيات، تقييم المرحلة فنية، تكتيكية، وخاصة من الناحية البدنية، هذوما كل التقييمات كانت واضحة، لي رابور كانوا واضحين، لي زاناليز، واللي يهمنا احنا سيري كونستات، بعد التقييم هذا الكل، شو اللي نشوفوا به واللي يهم المكتب الجامعي، لي كونستات اللي خرجنا اليوم، وين نجموا نتصرفوا. Les démarches à suivre, je nomme les objectifs de cadre de l'arme cadre par rapport à cette équipe sur le plan tactique ou à physique. Cette présentation va être terminée. Les grosses étapes de famille, vous êtes juste, 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 une conférence de presse, vous êtes juste, vous êtes juste, vous êtes juste, vous êtes باللي دونيها هما كل ومن حقهم باش يتكلموا عليها، اللي يهمني انا هو تحضير العرض هذا. عدم وجود وقتاش يتمرن والتوقيت والتأمين هي ماهيش الإطار الفني مسؤول على السياسة الاتصالية للمكتب الجامعي للجامعة الروسية في وقتها. سامحني باش نقاطعك، ما كانش ننتظروا المرحلة الجديدة واحنا ما التقييم تاع الإطار الفني سابق. التقييم هذا باش يتعرض على الإعلام. هوش مسؤوليتي انا. حاجة خاصة عن إطار أنا تو نقول لي تو نطلع من البيرو ونجي نعمل التقييم تاع ثلاث ساعات حق. تدخل لنا معناتها حاجة خاصة عن إطار كيفاه؟ حاجة خاصة استراتيجية الأول قالك أنا انشرفتك ليه؟ عملت البريزونت هو فيزافي الأولاد نتاعو البيرو فيدرال عمل ليفاليسيون معناها عمل بريزونتاسيون دو ليفاليسيون نتاعو. يقول لك الاستراتيجية دو كوميونيكاسيون غوليف دو بيرو فيدرال هو اللي قال تعمل كونفرنس ما تعملش كونفرنس، اما هو كستاف تكنيك الى بريزونتي اللي كان يحكي لك عليه ديك معناها التقييم اللي تحكي عليه. بعدين طيب صحح فينا كيما للعباد اللي في الدول المحترمه ما نقولش حاجه اخرى. حتى احنا دوله محترمه. احنا بلد محترمه حبينا تكون مثلا فيها الدول الصحفيه فيها العباد فيها الجامعه فيها
كليت له قلبه كيف فيك حبينا معناته يكون فيها الاطراف الكل يصير تقييم بشكل موضوعي. اذا تحكي على هذا الكلام صحيح ونوافق ماذا بين عندك اسمه خالد مع الشكر اسمع في الاذاعه الوطنيه في الاخبار فنعمل تقييم تاع 4 ساعات ماناش خايفين من التقييم لانه تقييم نزيد نعطيك من الاخر باش يقوي البوزيسيون تاع المنتخب تاع الجهاز الفني لانه فهمت بها التقييم شنو دوري انا كجهاز فني حضرت التقييم بعد 12 يوم من نهايه كاس العالم التقييم جاهز الفيزا في نتاع المدير الفني اعطيناه تقييم المكتب الجامعي اعطيناه تقييم التقييم هذا يتعدى للاعلام يصير في كونفيرونس دو بريس يصير مع شويه ما هيش مسؤوليات الاداره الفنيه. شكون عنده سؤال اخر؟ تفضل يا سيدي امام سيدي عشوائي. سي جلال صباح الخير تحت على كاس افريقيا للاوسط قبل ما نلعب الكوب دافريك كان شي حديث مع ستاف تكنيك مع عادل سليمي ربما حول متابعه بعض الملاعبيه كي تنجم تسميهم وبعد الكومبيتيسيون انت نزلت على انت بلوتو حكيت على ضغط ديمي جديده نجم نراو هذوما الاولاد اللي يلعبوا في الاو 20 او موان في ليستي لارجي والسؤال الثاني تو الاداره الفنيه شكون الفيزافي نتاعها؟ خاطر المدير الفني ما نعرفوش شكون وكان تنجم توضح لنا النقطه هذيا شكرا. عملية التنسيق بيني أنا وعبد السليمي أكثر من توسع عبد السليمي زميلة في البرشيسنا كولاج اللي خدمنا مع بعضنا برشا احترام وبرشا ثقة يوميا كنت كنجيك نص ساعة تاني عبد السليمي أنا وياك المكتب تاعك يوميا تقريبا احنا نشتغلوا في نفس المكان باتصال دائم تم تنسيق بيان ايفيدامون في حدود معينة كل حد عنده التاش تاعه وعنده الكونسيبسيون تاعه تم تنسيق كبير أهمية كبيرة للوفان كيف ما حكيت مرة أخرى نزيد نهني التوانسة الكل ونهني الجينيراسيون هذه على البيرفورمانس اللي عملوها بعد 38 سنة تو نترشحوا النهائيات كأس عالم ماهيش حاجة سهلة إن شاء الله نكون وفقنا بعدين عملية التقييم هذه نجم تسأل عليها عادل هو لو كونسيري نجم يحكي عليها خير مني أنا لكن اللي يهمنا احنا تو سي تو جينيراسيون بروميتوز ثم الويلو اللي قاعد في كون نصف عيون بعد شهرين عندهم مشاركة في كاس العالم ما نحبوش نحكوا بزيتات خليهم يركزوا في عقلهم على المشاركة الجاية عشان يكونوا موافقين بعدين البرولونجمون ناتيورال والا التسلسل الطبيعي للاعبين هذوما ان شاء الله اكثر عدد ممكن منهم يكون متواجد في المنتخب الاول حسب البيرفورمانس انديفيدوال كوليكتيف تاع كل واحد فيهم. نقطة على الإدارة الفنية الإدارة الفنية ماهوش من مشمولاتي أنا ما نجمش نجاوب على الإدارة الفنية، احنا نعرفوا اللي كان سي صغير سويدا مشهور، اليوم ثم عندنا إدارة اسمها واضحة حول المكتب الجامعي ورئيس الجامعة، نجم نسأل سي صغير سويدا ما نجمش نجاوب كان على النقطة كان يعني ما عادش تو. ما نعرفش. قلت لي كان تو سي جابر. تو تحبني أنا نجاوب. لا قلت لي كان، نسأل فيك أنا مانيش عارف موجود ولا مش موجود. مش نعرف فيها اسكو كان باش نجاوب على المدير الفني، المدير الفني للإدارة الفنية التونسية تنجم الجامعة التونسية لكرة القدم تتوجه إلى السؤال اسكو تم تم الإقالة ولا الاستقالة اللي هو تاع السيد سعيد زويدة وإذا كان صح تحكي الأخبار هذه شكون باش يعاود النجم باش يجاوب؟ بعد هو جو بونس الليستة اللي الناس كل سنة تستنى فيها. جوست نقطة نحب نحكي عليها قبل ما نبدا نعطي ليسة، فماج صغير وهبي الخزري أول لاعب اللي قدم روحنا على بلاد حتى الناسيونال نتاعو، نحب نشكر تنام الفرصة هذه حداه، نشكر اللاعب هذا على نهج المنتخب، تقضي فرق كبير اللي شهدناه كثير مسيرته، لاعب اللي خلى بصمة كبيرة كو sur le plan sportif, que ce soit sur le plan humain, les SMN ou l'ARBN. شخصيه اللي شرفني كونه خدمت مع لاعب في المستوى الاخلاقي هذا، ان شاء الله ربي يوفقه، خلانا كل الوقت يبعث، دونك كيف ما كانش الوقت الحسن. حتى تو القايمة كذا حراس، أيمن الرحمن، بشير بن سعيد، معز بن شيكا. خليه شوية وقت إن شاء الله. 9 مدافعين ديلان برون هوني ديما نعرف راهو فارق او ديلان فاميلي ديلان برون مختصر الفاتي نادر غدري ياسين مرياح
وسط الميدان سبعة لاعبين عيسى العيوني أنيس سليمان شايب شبالي الياس السيري غيري الشعبالي حنا باع المشري محمد علي بلانجان. ستة مهاجمين ياس عاشوري فراس العافي هيثم الجويري سيد الدين الجزيري عمر العيوني يوسف مساكي. شكرا. السلام
السلام عليكم جميعا. حبيت نسأل هدف البطولة لا موجود في اهتمامات مثل عدد لاعبين في يشرف البطولة حشبات السنة اللي اقترحها كون قرب من واشنطن على الأقل ثم ثلاثة أربعة لاعبين أو هجمين اللي قاعدين يشاركوا باستمرار ويسجلوا باستمرار كيف رفيق كامرجي كيما أسامة أبو برة لاعب الأولمبي الباجي محمد علي الحمود اللي قاعد يرجع معناتها النيفو تاعو قاعد ينشر الماتش إن شاء الله كيف كيف معناتها يحافظ على المستوى هذا. هيكل الشيخاوي اللي نحكي عليه براتيكمون هيكل كان موجود معنا في القائمة إصابة هيكل الشيخاوي حكيت معه نفس الشيء حتى أسبوع كامل راح نتابعوا فيه متابعة طبية هيكل الشيخاوي من خلال هو الحمد لله تنمو الفرصة حتى زيد الهندي الاتحاد المونستيري اللي شيء فرق على المستوى اللي ظهر به. دونك ثم بليزيور جوار اللي في الشامبيونان قاعدين يظهروا في النيفو تاعهم. خيرنا مش كمرحلة أولى نستبدلوا هذا الجويل كي في بارتي من المجموعة هذه تألق في البطولة ظهر المستوى اللي يشتغل. دونك سور دوز ابريكونج مهاجم إن شاء الله في فرصة قادمة يكون موجود معنا كباش جديد يستمر على المردود هذا إن شاء الله. لا سامحني مثلا ياسين مصاب ياسين مصاب سيف الخاوي مصاب الشيخاوي مصاب ديلان براو كانت عنده اصابه خفيفه وحاول الان الاسبوع هذا يرجع قوي كيف ثلاثه لاعبين هذوما اللي كانوا تقريبا متواجدين في القائمه وقع اكثرهم الاصابه وتم متابعه طبيه معهم. في جلال زوج السؤال ان شاء الله يكون عندك مستعجل. السؤال الاول انا حول صعب الدير والطايس نفيسك، هل صعب الدير خرج تماما من حسابات جلال الغالي بالنظر لما وقع في المونديال؟ السؤال الثاني كنا نقراو قراءه فنيه موضوعيه اللاعبين تقريبا لاحظوا نفس الاسماء معناها نشوفوا السنه في البطوله نتاع السنه فماش هل بهذا الحد فماش لاعبين جزء من البطوله الوطنيه يستحقوا مكان في المنتخب او في ضمن قائمه موسعه في المنتخب تقريبا وهذا اعتقد انه هذا خيار خاطئ لانه يصيب اللاعبين بالاحباط لانه اللاعبين قد تجتهد يجيشوا في القائمه يلقى شروع في المنتخب على الاقل حتى ضمن احتياطيين وشكرا. واحنا كي نعملوا قائمة نتاع المنتخب ما خدموش الاحتياطي الاساسي، هذه القائمة اللي شفناها اليوم اجتهادها المنتخب قبل كل شيء ميريت، منتخب استحقاق، منتخب هو اللي طال فورم في مومون، ثم انويوك نحكي، دونك ثم توازيتا، ثم لانيس إلى رشيد يأكد لك فيها عدة لاعبين موجودين يشتركوا في البطولة، تقريبا عندنا الليستة اللي عملناها توا في السيد الجديد فيها أكثر من 55 لاعب اللي باش تقع متابعتهم، معدل 4 أو 5 لاعبين في كل مركز مع 6 أو 7 حراس. دونك بعدين نتعداو لو نويو نعتقد ان كون الاستقرار هو مطلب هو مكسب وقت يشوفوا ان نويو 18 لاعب متواجدين اللي يشاركوا في الكاس العالميه الاخيره هو حاجه نفقوا بها وهو لوبجيكتيف تاع كل وقت ما لوبجيكتيف تاع ليست تاع المنتخب مش باش نبقوا كل قائمه نعملوا تغييرات جديده مش هذا لوبجيكتيف تاعنا نبقوا على الاستقرار لكن لي بلاتفورم دو مومون هي اللي تحكم علينا باش نعملوا الاختيارات. دونك اجتهادنا كون القائمة هذه في الوقت الحالي هي أفضل لاعبين اللي كانوا متواجدين، دائما في كل قائمة باش يكون ثم بعض العناصر اللي يمكن كان حقهم باش يكونوا متواجدين هذا عادي جدا. سعد الدين. سعد الدين بالنسبة لي أنا أعطى سافيسيون الموضوع ولا كونسومي حكيت قلت نحترم الشخص نحترم اللاعب درجة كبيرة الاختيار وإلا العملية اللي صارت قاسية جدا كان شوية تيسي غير احترمنا ردة فعل اللاعب كل التقدير والاحترام للاعب هذا انا فسرت ما فيرسيون دو باري شوز فسرتها من الباي دونك اليوم ما ثماش علاش نرجع على سعد الدين هو اللي سعد الدين هو اللي صرح هو المحب تاع المنتخب نحترم قراره سعد يبقى ابن المنتخب وان شاء الله عنده مفتاح. هاي خذ ميكرو نسمعوا في سيرج سان سافي بليزير هاي تفضل. صباح الخير. نحب نسأل بابا أنا خلايا براء وشليفة هو مازال صغير في العمر مش وقت راهو في المنتخب باش ياخذ يعني ياخذ المشعل على الجوارات تاعك ويسالس في الأجواء تاع المنتخب. ميرسي. رايي بشليفة لاعب شاب في الترجي قدم في مستوى ممتاز جدا إن شاء الله ربي يوفقه الصح مع الفريق تاعه. كيف ما حكيت المنتخب راهو استحقاق عايش بشليفة يكون عنده تقريبا
ديزون ديبيوت سيزون هذه 7 8 ماتشات كي لعب شيني الماتش الدرجه الاولى التونسي لازم ياخذ وقته. ظهر مؤشرات ايجابيه، هو موجود في القائمه الوسط للدفاع مش موجودين، لكن سابق نحكيو على كشريف محمد الدراجري او فاليري هذوما لاعبين في المركز تاع حمزه المخلوفي اللي ما يفوتوش برشا زاده في العمر. كيستيون بون بعد مدام دراجري باش نشيري مع كيستيون سيت موضوع جديد. احنا أبغى كنا دي جورناليست كمحبين المنتخب الوطني المتابعين، كنا نستناو الحقيقة بعد كوب ديمون اللي ثم خمسة ستة جولات من غير ما ندخل في الأسامي باش يعترف بعدها زاد واحد يخرج، وكنا زاد نستناو اللي هي الفرصة الذهبية بعد أونتخيلي الشيك روحنا كنا ديمون، كنا نتصوروا اللي باش تبدل برشا حاجات كنا 13 جوار شاكوا في كوب ديمون، نلقوا بدل حتى بومييغ فيو الموين داج في 30 28 29، كنا نستنى كنا نستناو من ديمون اللي باش تصير كيما شي مشبيل انجيكسيون خطريه سي اوكازيون ذهبيه. انت عطيتي جيسيون جيسيون كوبا رابر كي انا مشيت للشهر بينو وما كنا باش وقتي. ما كنت نستناو اون باش نتكري بلوتر جور كيما لو موديل ماروكان باغ اكزومبل ولا كيما لو موديل الجيريان اللي بعد شيء كبير ياسر اللي هما في كان تشوف الليسته نتاعهم باش تخرج دون دو جور تشوف النومبر تاع جور جديد فيها. ما فهمناش برشا الحكم معناها 18 جوار باش يلعبوا في مون في معناها فوق 30 سنة اسكو سي بولا باساسيون ولا هذاك هو ما عندناش دوطخ جوار بولا باساسيون. ما هي نتائج كيما من الاخر اليوم كان تبع حتى اللي صاير على مستوى العالم الموان داج تاع 28 و 32 اليوم نشوفوا في نعطيك انا الموان تاع الجوار اللي يدخلوا التاريخ نتاعهم ولا اللي قاعدين يخرجوا نشوفوا تغيرت المفاهيم اليوم لاعبين اللي ياخذوا في افضل اذا كان تشوفوا الساعه الثالثه كاس جسم اخر بالون دور بنزيما في 35 سنه شوفوا ميسي على كوب دي موند وهو في عمر 37 سنه كريستيانو رونالدو هذا على المستوى العالي دونك الفاكتور راجع بالنسبه لي كريستيانو مش خليهم 37 اي تفاهم انا احكي لك على الموين داج اللي موجود على المستوى العالي ما تنجمش انت شنو هو الكريتيري تاعك لا بيرفورمانس هي اللي تحكم ما نجمش نجيب اليوم محرم لاعب فقط لانه عمره 32 سنه كيف تبدا ليجيال دو في وتبدا بيرفورمانس تاع اللي عمره 32 سنه يعني نجم نعطيه دي دوني لي تيست فيزيك اللي عملناه وتحكي عليه وقت قبل كوب دي مون عملنا لو باتري تيست في اعلى مستوى لي مايور بيرفورمانس تقريبا عند لاعبين اللي عمرهم 33 و 32 سنه دونك ماهوش فاكتور ديتيرمينون صحيح شاطر الراي او انجيكتي دي جوار هذا من الاهداف الان قاعدين لكن انجيكتي دي جوار سي با فورسيمون باش نجيب 7 8 نحطوهم في الوقت قاعدين اليوم عندنا دو جوار جدد اليوم يا فاليري 22 اليوم شي مش جاي 18 كيف نشوفوا ياسر عاشوري 21 انيس بن سليمان اللي نحكي عليه هذه 21 عامل كوب دافري كوب دي موند حنا بعد مجري 20 عامل كوب دافري كوب دي موند كوب الاف محمد علي بن رمضان 23 دونك هذوما دي جوار قدامك وتستفيد منتصر الثاني 24 عندنا ان ويو تاع 8 10 لاعبين اليوم كيف نقول من المكتسبات تاع المنتخب كون عندك لاعبين في العمر هذا عاملين دو كوب دافريك وعاملين كوب دي مون وعاملين كوب اراب يضر هذا مكسب مهم جدا لكن لاجيسيون تاع دي جوار جون ما يعنيش بالضروره اليميناسيون تاع دي جوار كان. وقت اللي منتخب النخبة مازلنا ما دخلناش اللاعبية معناتها كل لسه نتاع السينيور كيف مع غرام كيف مع العبيدي كيف مع عبيد كيف مع زردير فهمتني دونك هوني معناتها نحب نفهم اللوجيك هذيا علاش نلقاو اليوم ملاعبي اللي انت قبيله قلت ما نحبوش نحكوا المراحل عنده ايشيونس دو موا اوسي ما نحبوش نحكوا المراحل نلقاو ملاعبي هذايا موجود باكونتر اللاعبين نتاع فريق النخبة اللي هما معناتها نجمو نقولو اللي هما وصلوا سيرتان ماتوريتي معناتها نجمو نكونوا في ليكيب سينيور وقيد زاد باش يكونوا في تنسيق في ليكيب سينيور ونلقاو حتى حد فيهم كما البيلون اللي طبق عليهم. ميرسي. وي لاعبين هما اللي ذكرتهم ممكن معتز سردان معناها اللي ذكرتهم الكل ديجا سردان هما كانوا موجودين معنا في
في الكيري كاب على غرام كان موجود معنا في الجمعة. هذول اللاعبين اللي سبق وداروا المنتخب هم موجودين في القائمة. وقت يشوف فريق صعب يلعب كيما على غرام هو يقوم كيروس مع كادراكسيو نادر الغندري ياسين مرياح ديلان برول بلوس سارتان في سيت لا كونكيرونس الى لو نيفو سارتانمون ان شاء الله هو موجود في القائمه يكون رقم خمسه رقم سته يكون موجود لكن ديما تفكير ما فيه هو في بعض اللاعبين الشباب ان شاء الله كراي لكن ديما نرجع لينتيكا سارتان في جوج جوار راهي اسوفي معناتها واحده واحده ما نجموش نعيطوا ثمانيه تسعه لاعبين تو داكو الوغ احنا اليوم رانا في ما تشوفش معناتها تعيط الايفان قبل الايفان 3 معناتها هوني معناتها كل شويه بعضها لوجيك فهمت انت تحسبها الايفان والايفان 3 انا بالنسبه لي كان جورج وور والوليد هذا كان موجود معنا اللاعب هذا كان موجود معنا في سيتون خلنا ديزابريسيون خاطر العدد اليوم شفنا كون ايميري الكونفوكاسيون هذه هو متواجد معنا كان ينجم يكون على غير موجود معتز الدين راجع من بليسيور لكن هذوما كل موجودين في البلاتفورم دو سويفي اللي احنا تابعوا فيها سيدي يان فاليري المركز تاعو نعرف يان فاليري في أنجي فريق يلعب تواز سيسيون يلعب طوال 5-2 براتيكمون جوار كادر البروفيل تاعو كيما الحكاية اللي كادوش كيما معانا ينجم يكون أكسيال في ديفونس أدروا كيما ينجم يكون أنا غير لاتيرال في ديفونس أكلات دونك سي لو جوار في ليبر بالنسبة لنا يعطينا حلول كو في الأكس كو سوا على اليمين هذه بريزونتاسيون تاعو معنا كيفاش تستعملوه بعدين دونك وضعية حديدي وضعية لعيفة دو جوار كان دو جوار مهمين جدا في المنتخب حديدي من بارح بارك أنا وياه نفس الشيء بلال بالإصارة المستقر هم موجودين في القائمة كيف ما حكينا تم منافسة بدا شيء فرق نعرف يشوى تروسي بلال بلال كان يتواجد معنا في كأس العالم الأخيرة حديدي كيف ما حكيت كأس العالم هم علينا ثلاثة يقول تطلب في كأس العالم نفس الشيء حديدي بالنسبة لي كوسو في كأس العالم وإلا في القائمة هذه قريب برشا يستحق المكان تاعو كل صراحة بعدين سيدي شوار انا لازم نختار اربع مدافعين محوريين مع كاتراكسيو اخترنا هذوما شفنا توا لي بلوس اخر مش معناتها حدادي كان ينجم يكون نورمال في مكان واحد من هذوما سؤال الاخر هاي عصام شكون يوصل له تيموان بورتغال على بورتغال وهو مرة حقيقة يسأل عليه العيوني موجود هاي الاسم الباراشوت خذ ميكرو خذ الكلام كوتش مش نحكيو على عمرنا نقعد عشوائي لكاميرا وراك هذاك علاش اي زوز من عليك اللي تحب المسير المحققين حبيت نشوف السكان وحتى الفلوت جو بتاعك موجودين حتى في فيلم الجيريات سيت مقارنة بيفو وزياد العامي لا تكون حسين حسين بخاء وزياد العامي زياد قاعد بمركي شوف حتى معنا اللي شاب في كان قاعد بمركي موجود والولاية اللي خاف بيفو ومش خايف حكيت عليه باش تعبير كان موجودين في الليستا ولا ما نعرفش شكون انا شفت شنو كان عطيك الليست الكل لكن اللي ناكد لك هذا الشيء خوي كان مشاش كيسابا كان موجود معنا في القائم صفه رسميه حسين بقاع موجود في الليست الارجي ومن عنده اكثر من زوز مواسم اللي خلق نتابعوا به وكيف باقي الليست الارجي نفس الشيء زياد العميد سنة جون جوار كيف حكينا هو اللي جاء تو في الاتحاد المنسي للستاتيو تاعو اللي با جوار الشهر تاع بلان بيسور اللي دولا ريكومونتي دونك اللي دولا كونفيرمي النيفو تاعو اللي مونشين لي ماتش ديما نحكي راهو لا بيرفورمانس في ليكيب ناسيونال راهي تمشي في الجاهزيه والاستمراريه.
مش تسأل سؤال أخويا؟ مرة من الناس كيف كان الكونكرنس مرة من الناس لعبنا في الفريق بتاعه في بداية الموسم بدأ يلعب كان لهي رسالة ثم جوار اللي تريكو اللي فانا أوتير من الكيب بتاعه خالد يلعب في زوز ثلاثة مراكز صار يلعب جوار جوار فرنسي مرة يلعب ما يقدرش في نطاق الكونكرنس اليوم عندنا بيرفورمانس كبيرة من هذه الألعاب وعلي معلول يقدم فيها كان ثم استقرار في الفرنسية لكن مرتضى من الناس هل يتطور؟ مرحبا 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 محمد سليم بن عثمان يكون عمل كبير برشا في الاتجاهات، فما عدد اللاعبين اللي قاعدين في ساكين، كونتر غربي والى الشرقيين والى عدد اللاعبين، دونك اليوم لودو سي هذا جو كيفا هو يتكلم عليه، لكن نعرف ثم اتصالات متواصله، ان شاء الله اهم شيء اللاعبين هذوما يكون عندهم مراجعه، وما نساوش مهم جدا اللاعبين عمرهم 18 سنه 19 سنه، دونك كونه ياخذ وقت دو ريفليكسيون باش يخمم، باش ياخذ وقت باش ياخذ قرار مصيري في la gestion de carrière sportive احنا راهو المنتخب مغربنا انتماء وفخر وحب لتونس هذا عالي جدا بالنسبه للاعبين اللي متكونين من برا الثقافه نتاعهم في المنتخب بالنسبه لهم يدخل في البروجي سبورتيف يدخل في طريقه التفكير اللي هو يدخل في الجيستيون تاع الكارير سبورتيف تاعهم دونك ان شاء الله ياخذ وقتهم وان شاء الله يكونوا موفقين ويتكلموا المنتخب حول ذلك. سكر معك يا استاذ كوتش فقط كوتش كما موجود على حراسة المرمى في المنتخب هون اليوم القوة ثلاثة قبل كاس العالم كنت أعلمت الحارس الأول والثاني والثالث اليوم تقريبا نفس السؤال على وسائل التواصل الاجتماعي حتى في وسائل الإعلام خاصة بعد البريستاسيون مزيانة برشا في مصر الشعبية وبريستاسيون بشير بن سعيد اللي قدم فيها ممتاز ونجاح كيف كيف قبلها لأيمن أحمد في كاس العالم الحقيقة شو فارية بالنسبة لكم باش تحاولوا نفس الترتيب وإلا شنو اللي تكون موجود على الملعب الحمد لله بركو شيء اليوم الثلاثة في تطورهم مهمة جدا يمروا بفترة ممتازة وهذا مكسب ما نساوش هذا معز حسني في بارتي من المجموعة هذه كما أخبار صغير صدق الدبشي معز الدمرجي دونك ثم يوليو تاع حراس شبان حراس كونفيتي يس دمرجي دونك احنا ثلاثة أو أربع شهور ثاني ديبار كل ما عندناش حراس في تونس حنقول في ثلاثة شهور يظهر المدربين تاع الحراس هذوما على الواحد إن شاء الله نكسب المنتخب هذوما ثلاثة حراس عندنا في الفريق نفس الشيء اللي مش موجودين اليوم إن شاء الله يكونوا موافقين ويكملوا في التألق تاعهم القرار مربوط بالبريستاسيون تاع ماتش ليدي فريك وليدي سيرسي في طيب وميل وماتش شامبيونز ليغ والكاف في اخر ويكاند نتصور معنا باش نعرفوا شكون الجارديان الاولين تاع الفريق ناسيونال معناها كي شفت اقل بوتيت رولي باش نلقاوه الحارس الاول ما نجموش في قيم وقال لي ناخذ القرار سويت الرونفمون تاع جوار في ماتش هذوما دي جارديان كونفيرمي عندنا فيهم ثقه معناتها اذا كان جارديان في مخه باش يكون هو الاولاني ويعمل لا قدر الله خطا باش نبدلوا الاختيار مشتت مع ريزار لا بيرفورمانس على الدوار على الموسم كامل بريود هذه شفت في معز مجنبيه قدم مستوى لو نيفو تاع لومبيكسيون تاع الشامبيونز ليغ اللي يلعب فيه والمستوى اللي ظهر به كان ديسيزيف مع الفريق بتاعه نفس الشيء كانوا معروضين بشير بن سعيد كما تحكي شوفوا يلعب في الكاف يلعب في مستوى كبير جدا دونك يقدم في مستوى كبير دحمان اللي يريدون الكونتينيتي يقول معز حسن على خاطر ما لعبش كومبيكسيون النيفو هذا لكن زاد كيف اللي كان كونفيرمي مع هذه السياسه تاعنا اليوم ثلاثه حراس هذوما شفناهم هما اللي باش يكونوا متواجدين عندنا ثلاثه اربع حراس اخرين موجودين ديما في السويدي تاعنا ان شاء الله ربي يوفقهم الشوار تاع الجارديان باش يكون متواجد
ضد المنتخب الليبي متواجد في اذهاننا من قبل مش واضح. انا اقول اللي باقي السطر عليهم هم شباب يقولوا لاباس من الاهلي اللي موعد تاع التربص وربي باقي السطر على بلادنا ان شاء الله نكونوا معاكم خير ان شاء الله نكونوا مبسوطين.